مساء الخير. البوصلة أول حلقات الأسبوع. إحنا الأسبوع اللي فات عملنا إنجاز لو تعلمون عظيم، إن إحنا انتهينا من كافة الجوانب من تحليل وتفكيك ونقد بالدال الحديث الذي انتسب في نظري وفي نظر اللي صدق خطأ إلى رسول الله اللي اسمه ناقصات عقل ودين أو معروف بكده يعني. وحللنا من كل الجوانب اللي مش ممكن يبقى ليها جانب تاني، عشان هم أنا عارف الردود اللي بتترد عليكم، ده الأهم، إن أنا عارف هيتقالك إيه. الغرابة والعجيب إن الردود هي بتتقال تاني، والناس بعض الناس يعني بتصدق تاني، يعني كأن أنا ما قلتش حاجة مثلا. يعني لسه حصل في حاجة شبيهة كده على في مسألة الأستاذ الفاضل ابن تيمية. تخيلوا أن الموسم اللي فات عملت مثلا 48 حلقة أو أكتر عن الشخص ده، بس عشان ما نتكلمش عنه تاني في الحياة. فتلاقي بوست كده موجود والناس بقى يعني داخل عليه كتير، يقول لك إنه إسلام اجتزأ النصوص، وابن تيمية كان قصد التتار، وكان بيكتب الكلام ده عشان قصد كانت ظروفه ظروف احتلال. يا جدعان ده أنا عملت على كده 35 حلقة بس علشان موضوع التتار ده. لا يا فندم، ما كانش فيه تتار ولا حاجة، فانسى الموضوع. أنا أصلا ما عنديش وقت تاني ابن تيمية في حياتي، يعني أنا قلت فيه لكل حاجة ما حدش قاله. المهم نرجع لموضوعنا. ده إنجاز، لأن هذا حديث بيسموه مشكل. وخلي بالكم إحنا هنفضل بيسموها أبس أند داون كده، نتأرجح من الحاجات الكبيرة قوي، مع إن كله كبير، بس أنا قصدي اللي تنفذه على الأرض بيجيب مصايب، دم، قتل، اغتصاب بنات صغيرات، حاجات كبيرة، وده له علاقة باللي هنقوله الأسبوع ده. وهننزل المشكل اللي بتيجي بيها الأحاديث المشكلة اللي انتسبت، أو التفسير أو الفقه الذي بني عليه ما يسمى الإجماع. الألف مليون سؤال بيجي لي، وإلا إحنا بنحل إيه؟ بوصلتنا فين؟ يعني اتجاهنا فين في البرنامج؟ هو ده، إن إحنا بنعمل أرضية جديدة بقى بمنتهى الهدوء، والمناقشات الثرية والهدوء اللي أنتوا يعني دايما كنتوا زمان بتطلبوني بيه، والدنيا جميلة خالص. بس اللعبة فين بقى؟ إنك تقبل حكاية الرأي ورأي الآخر، عشان مش عايز أطول في الموضوع ده. أنت حضرتك بتقول الحديث ده يعني أنت بالنسبة لك ده أصل من أصول الإسلام. أنا يعني زي ما بقولها دايما، ألف مبروك، ربنا يبارك لك فيه. إحنا بقى، وده مش أي ذنب خالص، أنا أثبتت لكم أصلا، ولسه هنعمل حلقات بس مش دي اللي بعديها. زي ما قلنا كيف نقرأ القرآن، وحطينا الأربع شروط اللي نمشي عليهم أو آليات، هنعمل كيف نقرأ السنة، نعيد قراءتها، لأن ده موضوع تاني خالص بقى. عملناه عملي آه، بس عايزين نحط له برضو نقط كده 1 2 3 4، لأنه أكبر من اللي عملناه شوية في حديث ناقصات العقل. فإحنا بقى يا سيدي، أنا وقلة قليلة، يعني مش هقول لك الكثرة، عندنا مشكلة ولقينا أدلة جوه الحديث، الناس بعض الناس صدقتها، إن الحديث ده لا ينسب على وجه الصحة إلى رسول الله. أضعف الإيمان يا سيدي إن زي ما أنا أديت مثل من أسبوعين كده بحديث أبي بكر أبو هريرة، أنا آسف، إنه لما قال الفأل عن مسألة المرأة والفرس والدار، أو مسألة كان أهل الجاهلية يتطيرون من، أو يعني يعذب الميت من الجاهلية أو من الكفار ببكاء أهلي عليه، والسيدة عائشة أقرت إنه ما سمعش صدر الكلام أو بدايته ودخل في منتصف الكلام. فقد يا سيدي يكون يعني على أضعف الإيمان الألفاظ مش منتظمة خالص في الحديث ده، فنقلت خطأ، لكن الرسول مر في يوم عيد، وأنا أثبتت لكم في نهاية الحلقات إن ما فيش أصلا يوم عيد عدى على الرسول بعد الآيات دي ما نزلت، آية شهادة المرأة باثنين، يعني لأن الرسول كان توفي بعدها بتسع ليالي، وإنها أواخر ما أنزل القرآن، وده ينفي الموضوع من أصله، لكن يعني تبسطا. المهم الرأي والرأي الآخر، يعني أنت أطلع في قنواتك قول الحديث ده من يعني أصل من أصول الإسلام، إن الست ناقصة عقل ودين، وقعد بقى قول اللي أنت اللي أنا جبته انتقدته الأسبوع اللي فات، فقول إن هي ده دلع، ده هزار، ده مزاح، كلم بقى الأطفال الصغيرين اللي بيسمعوك، ما عنديش مشكلة. وأنا يا سيدي في ناس قلة قليلة بتصدق إن الحديث ده ليس منسوبا لرسول الله، لأن لا قرآن ولا بتاع ولا الأصول الكبرى الإسلامية، يعني الصلاة والجهاد والجهاد في مع رسول الله ورمضان فقط، ده اللي أنا بعرفه يعني. ومشي بقى الموضوع كده عشان تبقى انت كويس يعني. المهم فاحنا عملنا انجاز يا جماعه، انا باجزم انه انجاز. قلت لكم بقى ان احنا قبل ما نبتدي موضوع مهم جدا الاسبوع ده وهنكمله طبعا اللي بعده، عندي تعليق على حاجات متداخله جدا، بس هي تظهر انها متناثره، بس هي تكاد تكون واحده واحده عايز اقول لكم بيها حاجه.
كل شهرين كده طبعا انا بنهدى كده بس من الهاث العلمي يعني، وبعدين بكون عايز اعلق على حاجات. اهم حاجه عايز اعلق عليها وهيستتبعها شيء له علاقه بيها، وهكون صريح جدا يعني، مش هسيس الامور قوي او انتقي الالفاظ، لان الموضوع سهل بسيط يعني في نظري. عايز الرئيس يتكلم مرتين في خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا عن التنوير او اصلاح الخطاب الديني، او بتعبيره هو سياده الرئيس تصويب الخطاب الديني، مره في المؤتمر اللي هو شباب العالم في اللقاء الحر لو بيبقى الرئيس غالبا بيجيب على الاسئله، ومره قريبا جدا في المولد النبوي. الكلمة المكتوبة والكلمة اللي بالنسبة لي أهم، الكلمة المرتجلة من سيادة الرئيس. فعشان أقول لكم أنا عايز إيه من ده، وإن كان هو اللي أنا عايزه تأكيد أن الرئيس يريد ذلك، بس أنا هقصد بيه نتيجة تانية. تعالوا نسمع الجزء اللي أنا عايزه من الأول منتدى شباب العالم. إحنا عندنا هنا قوانين بتنظم قعدة 150 سنة تنظم بناء البناء، اسمه البناء الموحد، كان من ضمنها بناء الكنائس في مصر. قعد 150 سنة هذا القانون ما يخرجش في مصر. القانون ده احنا خرجناه حتى نعمل استقرار في هذا الأمر وننهيه. قبل كده ما كانش فيه أبدا دولة بتفكر، أنا بتكلم على مصر، ما كانش فيه دولة بتفكر إن هي تبني دور عبادة لمواطنين غير في مصر، أنا بتكلم غير المساجد. دلوقتي لا، الدولة بقت معنية بأنها تبني في كل مجتمع جديد وحتى حل مسائل للقديم، تبني الكنائس لمواطنيها لأنهم لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع. ولو إحنا عندنا في مصر هنا ديانات أخرى نحن كنا سنبني لهم دور عبادة لهم. لو في عندنا يهود هنبني لهم، لو في عندنا ديانات أخرى هنعمل. ليه؟ لأنه ده حق المواطن أنه يعبد كما يشاء. المواطن يعبد وبالمناسبة أو لا يعبد، ده موضوع إحنا ما نتدخلش فيه، ده موضوع إحنا ما نتدخلش فيه. وأنا صحيح، ولما اتكلمنا وأطلقنا هنا في مصر تصحيح الخطاب أو تصويب الخطاب الديني، انت اتكلمت على ان الصراعات كلها متمركزة في المنطقة دي. الموضوع ده مش لابد ان احنا يعني بغض النظر بقى عن فكرة المؤامرة وكذا وكذا، مش موضوع نتوقف فيه. اشمعنا المنطقة دي اللي فيها حجم ضخم من الصراعات، وليه فيها اكبر نسبة من اللاجئين، وليه نسبة اكبر نسبة من الضحايا؟ فانا اطلقنا من وانا بتكلم هنا عن الرؤية، القدرة على انك انت ترى الواقع بشكل متجرد بدون اي غرض، وتستطيع ان تطلق الامر ده وتتحمل تبعات ما تتكلم به. تصويب الخطاب وتصحيح الخطاب الديني ده احد اهم المطالب اللي احنا بنرى في مصر ان احنا محتاجينها في منطقتنا او في العالم الاسلامي على الاطلاق. شوفوا بقى انا عايز اقول ايه من الكلام اللي اخترته في الجزء ده في المؤتمر، غير موضوع المولد النبوي. هنا عايز اطلع بنتائج كتيره جدا، بعضها بيتقال في الاعلام عادي، بعضها ما بيتقالش خالص. اولا بالنسبه للاعلام، الخطاب ده ما تكررش تاني خالص. الجزء ده من الكلام في مؤتمر الشباب، معرفش ده ايه، انا بتساءل والله، انا بس اللي انا شايفه كمتابع وواحد يعني مهموم بالحكايه دي وتحملنا اذى كتير جدا في سبيلها، فلازم انا اعبر يعني اني ما بشوفش من طريقين، ما بشوفش يعني في كلام مهم جدا سياده الرئيس بيبقى في الاقتصاد او في السياسه، فبلاقيه عمل سلوجن يعني تتعاد كل شويه، وحقه بيبقى كلام حقيقي مهم او بيعبر عن انجازاته الشخصيه، وده احنا متفقين عليه. لكن الكلام المهم العظيم ده، وده بدون اي تزايد او اي ادعاءات من النفاق، ده كلام عظيم ان يقولوا رئيس مصري، مش سهل يعني، ما سمعناهوش قبل كده اصلا، ولا عصر ولا عبد الناصر ولا السادات ولا الرئيس مبارك ولا السيد عدلي منصور، وبعد كده ما نعرفش، ما فيش حد تاني اظن.
ما عمر ما حد قال الكلام ده. فازاي لا يركز عليه وازاي لا يبقى هو الرئيس بيقول ممارسات تقلب سياسات؟ هحلل دلوقتي الكلام. ازاي ما بقاش سياسة؟ ازاي ما بقاش شيء بيكرر على الناس ان رئيس الدولة ده يؤثر جدا جدا، انه ناس كتيرة جدا تسمع ان رئيس دولة بيتكلم الكلام ده بوضوح، وللمرة التكرار هنا تكرار بلاغي اكتر منه هو طبعا سماها باحترامه الجم مطالب، مع ان هو كرئيس ممكن يؤمر لكن هو سماها مطالب. انما التكرار ده على الاقل تكرار انه يمهد الطريق يوم بعد يوم اكتر، يسمعه ان الرئيس ما قالش كده على سبيل الكلام السياسي، وده برضو جزء من اللي انا هقوله دلوقتي من النتائج ده. ليه ما بيتكررش في الاعلام؟ انا ما عنديش فكره، بس على الاقل ابدا بنفسك. عارفين الطريقه بتاعت تبدا بنفسك؟ انا هعمل سلوجانات وبحطها كده، واللي يقول بقى ده يعني بيعمل كده عشان السيد الرئيس مش عارف ايه، يقول اللي يقوله. انتوا هم عارفين انا بعمل ده ليه، وان ده اهم كلام ممكن من غير ما يبقى الرئيس محسوب على اي تيار. انا ما بقولش كده، بس اهم كلام ممكن يفيد التنويريين او اهل التنوير او الاصلاح او اي حاجه. اتنين، ده الجانب الثاني، اهل بقى اصدقائي واهل الاصلاح والتنوير والفكر، وكلنا اصدقاء جدا المتنورين في مصر، برضه انا مش عارف ليه ما بيحصلش ستريس او تركيز على الكلام ده، وكأن الاخرين منعوا اللي عايز يساند الرئيس بقوه وبتاع ان هو يقول لك ما يتحطش في جانب بقى اللي تعرف الاسماء اللي بتتقال، يعني انه بيعمل كذا عشان الرئيس لا يا فندم، هو انه يحصل تزيد في بعض الناس او من بعض الناس، هذا لا يمنع الشرفاء الطبيعيين ان هم يساندوا الرئيس في سياسات على الاقل تخصهم 100%، يعني في السياسات الكبرى او في الاقتصاد او في الحاجات وضع عام وكلنا بنتخطاه ان شاء الله، لكن في حاجات ده احنا المفروض، بقول لاصدقائي يعني المتنورين، من غير ما الرئيس يحسب على اي تيار، لكن ده كلام عظيم جدا لازم نبني عليه ونكرره ونحط ستريس عليه، وكلام عمره ما اتقال قبل كده بالوضوح ده في اي عصر من عصور رئاسه مصر. ايه اللي بيحصل؟ تخيلوا لو العكس، انا بقول لكم يعني تخيلوا لو الرئيس طالع بيقول كلام، او اي رئيس غير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس قديم سابق بيقول كلام يناصر التيار الثاني، بيقول انا ما عنديش بقى حاجه اسمها تنوير ولا اصلاح، وهو الدين زي ما خدناه او الفكر الديني يعني زي ما خدناه. تخيلوا التيار الثاني كان هيعمل ايه؟ كان هيكررها كم مره في اليوم؟ كان الصفحات هتتفتح قد ايه للكلام ده؟ ده كان هيحطها، لو هم عندهم برامج كان هيحطها كل دقيقتين بيفكرنا ان رئيس الدوله مش عايز الكلام ده. اشمعنى احنا يعني يصابنا التخدير؟ ده شيء حقيقي مستفز انه الكلام بيتقال بالشكل الرائع العظيم وما بنركزش عليه، يا اما من اتجاه انه لا خلاص بقى كلامه عدى، ما اعرفش ليه البرامج التانية حتى برامج العاديه يعني دي سياسه الدوله خلاص، يا اما التنويريين بقى اللي هم يستفيدوا جدا وينتصروا للغايه الى هذا الكلام وليس بهذا الكلام، انهم يكرروه ويوضحوه ويسيبكم اي اتهامات. عيب يعني، مش هتقف مع الرئيس في حاجه زي دي عشان اصل هيقولوا ما يقولوا ما بيقولوا، ما حضراتكم كلكم منافقين عندهم وكذابين ومع مش عارف ايه، مش عايز اقول يعني عند اي تيار للاسف بقى معارض دلوقتي، اما معارضين خارج المدلسين الكذابين الكبار اللي ما بيسيبوش كلمه في الخطاب بتاعت الرئيس لما يحولوا كلامها ويحوروا كلامها ويطلعوا كلامها فاضيين للافك ده، يا اما التيار الداخلي اللي هو بقى مركز جدا انه تشويه كامل لاي حاجه بيعملها الرئيس. فده مش هيمنعني انا شخصيا بقى اني افضل اقول ايوه كل ما يعمل خطاب الرئيس، طب انا ليه ما قطعتش السياق اللي فات؟ عشان انتوا ساعات بتزعقوا وتقولوا انت ماشي بتسلسل ما تقطعوا، فخلصت الحلقات العلميه. ده كلام، ده مش سياسه الدوله، ده ما فيش حاجه كويسه بيرنوا اليها الاصلاحيين ما اتقالتش، وانا همسكها واحده واحده لان ده كلام عظيم جدا ومهم جدا، ازاي ما تنبهناش؟ ده سياسه الدوله لازم نسمع الكلام كلنا، مش بس تيار يفرح بالكلام او تيار بس. طبعا مين بقى يسمع كلام؟ في ناس مش عايزه ده، انتوا عارفينهم يعني. المهم هطلع فاصل ده وارجع. طيب رجعنا لكم، عايز افكركم ان الرئيس قال الكلام ده في السياق ان قبليها بايام او يمكن بيوم واحد كانت حادثه الدير، طريق الدير، طبعا شيء مخيف مؤسف فاجع مفجع، وده هيكون ليه علاقه برضو باللي هقوله دلوقتي او احتمال اول حلقه بكره، لاني لازم ارد على نقط مهمه جدا. فالرئيس اتكلم اولا عدم التمييز، مقتل مسلم زي مسيحي. انا ليه بقول هقول الكلام ده غير موضوع
وبالمناسبة عايز أقول برضو قاعدتين. الرئيس ليس محسوبا على أي تيار، عشان أحسم الكلام يعني، إحنا اللي كتيار إصلاحي نفرح بالكلام ده، لكن هو هنا بكلامي هذا لا يؤيد تيار على آخر. هو بيقول بيعرض أفكاره هو الذي هو يؤمن بها، وقال إحنا بنطلب بنعيد المطالب دايما عشان نعملها ممارسات وسياسات وتبقى حاجة فيها تتسم بالاستدامة. ده فكر الرئيس. مش اتنين، أي كلام أنا هعبر بيه عن ما فهمته فهو يظل في دايرة ما فهمته أنا، لا أنا مفسر لكلام الرئيس، ولا أن ده معناه الوحيد معناه هو معنى عند من قال وعند الرئيس. لكن أنا من حقي كواحد القصة دي يعني تعبانين عليها بقالنا سنين، أني بس أفسر اللي أنا بفهمه من كلام الرئيس، مش معنى كده أني بتكلم بلسان الرئيس ولا ده الفهم الحقيقي للكلام. نكمل. اللي قاله الرئيس مهم من كذا اتجاه، بس أنا عايز أقول لكم سياق مسألة مقتل الشهداء المسيحيين في الدير. الرئيس أكد على أنه مقتل مسلم زي مقتل مسيحي. في انتقادات في السوشيال ميديا كتير جدا، طب ما هو الرئيس بيقول والدولة مش عارف ايه، الرئيس بيقول وأصل لسه حزب اللي مش عارف ايه موجود كحزب، الرئيس بيقول والتاني مش عايز يسمعوا الكلام. طيب هو قال الرئيس دلوقتي على فكرة أنه هو في هذه الحرب أو هذه الصعوبة والعنت، ده اللي أنا بفهمه يعني، أنه نعيد المطالب ونقنع أهل الرأي والفكر، وطبعا في نظري يقصد ناس معينين، أنه يستجيب، وده احترام للدستور من الرئيس وأدب وأخلاق منه، لأن في طرق تانية. مين؟ أنه الانتقادات على السوشيال ميديا وكأن مفيش إنجازات في الاتجاه ده. لا، هقول لك بس اللي هو قاله الرئيس وبعدين هقول لكم أنا وجهة نظري يعني. بعد كده اتكلم على المواطنة بمعناها الحقيقي، مفيش تمييز لراجل ولا ست ولا دين ولا دين، ولو في دين تالت أو رابع كنا هنعمل، ولو مفيش دين خالص برضو حقه. على فكرة ده كلام، أنا آسف يعني، في ناس بتكتب برضو على السوشيال ميديا وانتقادات أنه كلام سياسي مجرد، لا يا فندم، هو إيه اللي جابره يقوله يعني؟ ده كلام خطير جدا وكبير جدا وقوي وواضح. إيه المجبور على أي رئيس، مش الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يقوله؟ لكن ناس تانية ورؤساء تانية وشفناهم وعشناهم ممكن يقول أنا مالي أخش في الحتة دي ليه، أنا أقول الكلام المحسوب على المش عارف إيه والرسميات دي القديم اللي ودتنا في داهية. فلا يا فندم، دي مش سياسات، دي مش كلام سياسي، ده الحقيقة اللي الرئيس عايزها، ده اللي أنا فاهمه، وتكرارها بالشكل الواضح ده. ممكن ما يبقاش فيه لسه حاجات، والمجتمع ده هشرحه دلوقتي، المجتمع ده يا فندم أنت ورثه، أنت ما صنعتوش، أنت ما أيدتوش. إحنا في أزمة الآخر الكافر والتعنت في فكرة أنا صاحب الدين ده والدين التاني ده مش عارف إيه، وكل ده في نفوس الناس، الناس في أي أعمال وأي أشغال وأي سن اليوم في مصر. إحنا فندم كده من السبعينات، لأن السبعينات هي اللي طلعت بقى النطح ده من الكتب وعملته منابر، وعارفين مين اللي غلط الغلطة دي، ودايما بنقولها يعني، ده عصر الرئيس السادات وسياسة الرئيس السادات، ورئيس السادات الله يرحمه رحمة واسعة هو اللي عانى منها الوحيد. طبعا احنا عانينا بعده كله، احنا لسه في الغلطة لحد النهاردة يعني. لو قلت لي انا والله بقولها ما لهاش علاقة بالسياسة، لو قلت لي في حاجة اسمها الخطأ المتعدي، يعني انا اغلط غلط بس يؤذي غيري، الخطأ المتعدي ده لو قارنت بين، انا مش ناصري بالمناسبة يعني، لكن انا بقارن بين خطأ زي 67 واثرها الممتدة لحد النهاردة، ولا الاسلاميين وتخلقهم بالشكل ده في المجتمع، ده الخطأ الأضر واللي دمر المنطقة العربية، و67 وكل آثارها قد تتداوى في يوم وقد تنتهي. فده خطأ متعدي صحيح، خطأ كبير، لكن خطأ الإسلاميين خطأ متعدي احنا مش عارفين نخلص منه حد النهاردة. فاللي عمل رئيس السادات مش غلطة تخص أيامه، ولا تخص ان هو للأسف قتل بما فعل، لا ده خطأ ملوش نهاية، بنعاني وهنعاني. اثنين، نرجع للي بيقوله برضو كلام سياسي. هقول لك بس الانجازات اللي الرئيس قالها، وبعدين اقول لك اللي في وجهه نظر انا، لان بس ساعات ان مفيش حاجه حصلت يعني. لا في، واي حد يعني مدقق في الامر، الاصلاحيين اللي قايمين بالامر او الناس، لا احنا فين كنا فين يعني. طبعا الطريق طويل، لانه طويل، لان انا جاي من البير، انا جاي من البير لحد 2011، البير مقفول محدش بيتكلم. بعد يمكن قتل فرج فودة وقضية نصر حامد أبو زيد 97، ما بقاش فيه أصلا
مساحة. أنا فاكر في نفس الأيام في بداية 2000 أو حاجة كان حتى أواخر الناس اللي ممكن تكتب في روزا اليوسف أو أي حاجة كلام تنويري انتهوا انتهوا. آخر 10 سنين قبل يناير ما كانش في حد بيتكلم. لا يعنيني يناير سياسيا، يعنيني ما ظهر بعدها. ها النبع بقى طلع اللي فيه النافورة في وشنا، وكويس إنه حصل وهذا أفضل ما حدث. لكن شفتوا الحقيقة بقى المرة معانا، وابتدى في نفس الوقت التيار الإصلاحي بتاعنا وموجة 2012 الحمد لله شاركنا في وجودها يعني. فلا في كتير حصل اللي الرئيس ذكره، بس المواطنة لحد ما استشهد على مسألة حتى اللاديني. خلي بالك ده رئيس الدولة مش مجبر زي ما بقولك يقول الكلام على وجه إنه كلام سياسي، لا ده كلامه هو رأيه. وبعدين قال كلام مهم جدا عن الاستدامة السياسية، انه الممارسات تقلب سياسات فتقلب استدامة مش مرتبطة بحقبة او بتوجه، وده كلام عظيم جدا. الغرب كل نجاحه في كده، ان شيء بيكمل شيء بيكمل شيء ولو احزاب مختلفة حكمت هذا البلد. حاجة كمان قالها مهمة جدا كتبتها هنا، التصويب الخطاب الديني. وحد التاني انه افكار احترام المطالب دي، وانا قلت انه ادب واحترام للدستور نسميها مطالب. وبعدين الرئيس قال مفردات وافكار تاني للمره الالف، وده مهم بقالها 1000 سنة كانت صالحه ايامهم، انما احنا النهارده عايزين نقدم تصور تاني زي ما احنا بنطالب في برنامجنا زي اي عاقل، تصور تاني عن الحياه فيطبع بصوره تصور تاني لفهمنا للدين. والرئيس قال بعد 50 سنة يجي ناس تتصور تصور تاني حسب حياتهم. ايوه هو كده، هو كده. لكن عايز تثبت الدنيا وتجمدها بالتلج والثبات والجمود وتحط صبة جبس عليها من 1200 1300 سنة ده انتهى من الحياة يعني. المهم وبعدين اتكلم عن القانون بتاع ودي انجازات العصر ده. ايوه قانون بناء دور العبادة الموحد ده كان بقاله فعلا 150 سنة من نهايات الدولة العثمانية لما السلطان عبد الحميد سقط، لانه ده كان اسمه الخط الهميوني للي عارف يعني، اسمه قانون الخط الهميوني، كلمه تركيه معناها انه صعودا لاعلى نقطه يعني. فكان عشان تبني كنيسه واحده في العالم الاسلامي مش في مصر بترجع للسلطان عبد الحميد نفسه. فهتقول لي يا اسلام ده السلطان عبد الحميد ما خلاص والسلطنه العثمانيه انتهت 1924، عايز اقول لك مفاجاه ان القانون ده فضل موجود لحد القانون الجديد ما عدله ولغاه. يعني فضل موجود في عصر عبد الناصر كله والسادات ومبارك وما بعد كل السبع ثمان سنين دول، انت متخيل؟ الخط الهميوني بس خلوها بدل السلطان رئيس الدولة. فعايز تبني كنيسة ارجع لرئيس الدولة، مش رئيس الحي المنطقة المحافظ وزير التنمية المحلية اي حاجة يا عمي، لا رئيس دولة يأذن بكنيسة او بتجديدها او بترميمها. لكن دلوقتي القانون ده منجز من المنجزات، منجز حقيقي، لانك دلوقتي بتحط اللي ما كانوش متسجلين متسجلين ولسه مسجلين حوالي 600 كنيسة، وبتحط الجديد تاخد بيه تراخيص والدنيا ماشية. خلي بالك انا ما بقولش ان ده يكفي اخواتنا المسيحيين، هم عارفين انا وجهة نظري ايه، لكن احنا جايين منين؟ افتكروا بس احنا بنعاني يا فندم. من الرينيسانس الاوروبي، الرينيسانس النهضة الاوروبية كانت كده، كانوا جايين برضو من البير. فصبروا بس صبرا، انه واحدة واحدة ماشيين في الطريق، ما عندناش مشكلة، هنواجه مصايب زي حادثة الدير والرئيس لسه بيتكلم الكلام ده ساعتها في شهر 9 يمكن، ماشي هنعمل ده. طيب اللي بعده وقعة تانية زي اللي من أيام، وإن كان لا أعتقد ليها بعد طائفي إنما بعد والله ما أعرف إيه، التحقيقات هتثبت، اللي هي مقتل الرجل وابنه من الحارس، كارثة وشهداء. لكن حتى لو ملهاش البعد ده، الفكرة نفسها طريق الدير دينا بنجدده، احنا بنعمل على الارض وبنعمل الفكر اللي هو الرئيس قال على فكرة اصلاح ده اهم بكتير في خطاب سابق ليه، قال دول اتغزوا ايه في عقلهم. ففي كلام تاني عايز اقوله حتى لو ملحقناش النهارده، لاني هعقب بقى على كلام تاني الرئيس قاله في المؤتمر النبوي وما حوله، عشان ده مهم جدا في مسألتنا دي برضو. لكن بس عايز اقول لك في انجازات كتير ممكن اقول لك اكتر من اللي قاله الرئيس بكره. يعني هو الرئيس كلام عن انجازات هو وساب كتير ما قالوش، ده تفسيري انا مش زي ما انا قلت. اتنين، انه الطريق صعب، طبعا الطريق صعب، بكره هديلكوا دليل على ده، ان المجتمع عشان يتغير بنصبر شويه بس،
احنا 6 سنين ضغط الحمد لله وأثر كتير جدا وبنكسب أرض كل يوم، والدولة ليها توجه في صورة سيادة الرئيس، لكن مش معنى كده انه بكرة هنتغير. ده مجتمع كامل مليء بالأحقاد والأضغان الداخلية اللي علموها له للأسف على انها دين. ربنا بيقول انك ما تودش التاني اصلا يا راجل، يعني حاجة جنونية ولسه بتتقال. فواحدة واحدة، عشان في حاجة كمان عايز اقولها وبعدين ننتقل للجزء المهم اللي قاله الرئيس في المولد النبوي. فصدقوني الانتقادات في السوشيال ميديا، حتى هقول جزء منها برضو بكرة، العقل زينة. لا، احنا في خطوات مهمة جدا، ورئيس دولة مصر بحالها يقول كده غير كل رئيس سبق يقول بالوضوح ده. لا، ده مهم جدا، ده مهم جدا. وبناء مسجد زي بناء كنيسة، وتفجير مسجد بعد الشر زي تفجير كنيسة بعد الشر، ده كلام كبير جدا ومهم جدا نبني عليه. ما قلتش ان ده خلاصة الأمل. الرئيس نفسه بيقول لسه في المطالب شغالة لأهل العقل والرأي اللي انتوا عارفينهم عشان يستجيبوا، انما المجتمع تأهيله حاصل خلاص. المجتمع فين؟ كنا فين؟ ده انا بشوف يعني من غير ما ازود في الكلام، بشوف يعني تغيير في المجتمع مهم جدا من ابسط ناس. فده معناه ان احنا بنكسب ارض كل يوم. المهم، في كلام تاني مهم يختص بده، ثم بقى حاجة بقى أنا عايز أعلق عليها قوي، اللي هي ما قاله الرئيس في المولد النبوي وما حوله، هنفهم بكرة. مهم، شوفكم بكرة ونكمل بكرة.